السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بتمثيل بلادي المملكة العربية السعودية من خلال الشركة العصرية لتطوير المباني الذكية، والتي سوف تتولى بناء مدينة سلام على مساحة 120 كيلو متر مربع بمدينة جدة، خلاف القرى الصغيرة على مساحات ما بين 10 و15 كيلو متر، بعد أخذ تصاريحها وموافقة حكومتنا الرشيدة إن شاء الله من خلال الشركة البريطانية للمباني الذكية، والتي سوف تتولى بناء مدينة سلام على مساحة 120 كيلو متر مربع بمدينة جدة، خلاف القرى الصغيرة على مساحات ما بين 10 و15 كيلو متر، بعد أخذ تصاريحها وموافقة حكومتنا الرشيدة إن شاء الله من خلال الشركة البريطانية للمباني الذكية. وحكم تخصصي في إدارة المخاطر وأزمات الأسواق العالمية والمحلية، فإنني أشيد بشركة مدن السلام، حيث أنها تصحيح لمسار الاجتماعي والفكري والاقتصادي، وهنا تتلاشى كل المخاطر، حيث أن حضارات الشعوب تقاس بما يلي: العيش والظروف الطبيعية، الوضع الاقتصادي، العلاقات الاجتماعية. وهنا إنجازات كبيرة عندما نسأل: كم مريض يعالجه الطبيب في اليوم الواحد؟ كم جامعة تنتج أجيال ذوي وعي؟ كم طرقات تستوعب حتى نتمكن من إدارة الوقت؟ متى نصل؟ هنا لا نطيل كثيرا، ولكن نشكر المستضيفين ونشكر الحكومة الإسبانية، وأشكركم لإصغائكم، ونترك الفرصة لآخرون. هنا نهدي شركة مدن السلام ممثلة في شخص الدكتور رياض خليفة والمستر جون، فنسأل الله لهم التوفيق. شكرا. جزاكم الله خير. Thank you very much, Mr. Talal.